يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الخميس الماضي كنا في رحلة برية وقمنا الفجر والبرد شديد، فعدلنا عن الماء إلى التيمم مع العلم أننا قادرون على تسخين الماء، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم باطلة، لأن التيمم لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء، وأنتم قادرون على استعمال الماء بأن تسخنوه وتتوضأوا به، فعليكم أن تعيدوا الصلاة. نعم.